مهما كلامي ده شغلات ما قلت لك ثانية إعدادي مسار دولي وبالموقع مسؤوليتي التي نستشعرها كحاملين مش على الوعي والمعرفة. ومن منطلق كوننا الجيل الصاعد رجال ونساء الغد وسواعد الأم، بالنظر إلى حبنا العميق لآبائنا وأجدادنا وفوانيس الرحمة ومناهل البركة، تقديرنا لتضحيات خدام الوطن من أصحاب البدل وملائكة الرحمة وأبطال عمال النظافة، وامتنانا لمعلمينا وأساتذتنا ولكل من لحرف علمنا. رغبة منا في الالتقاء بكم، أنتم زملاءنا، أساتذتنا، أبناء حارتنا، مجددا وقريبا. لكل هذا التزموا بتعليمات الدولة التي هدفها الحفاظ على أمننا وسلامتنا ووطننا. أعبروا عن حبكم لأجدادكم وجداتكم، آبائكم وأمهاتكم، والزموا بيوتكم ودوركم، وكونوا عونا لمن يبيتون يمسون ويسبحون في الشارع والمستشفى لحمايتهم. قد رفع المغرب شعار التحدي وهو يعول علينا وعليكم، علينا وعليكم، نحن المغاربة أهل التحدي بل وأهل كسب رهان، فابقوا في منازلكم والزموا دوركم واتبعوا التعليمات التي توجه إليكم، ولا تكونوا لا قدر الله سببا في هلاك أحد أحبائكم، لا تكونوا لا قدر الله سببا في فقدان أحد أعزائكم، بل كونوا جدار الحماية، بل كونوا حزام الوقاية لأهلكم ودويكم وآبائكم وأمهاتكم وأجدادكم وجداتكم، كونوا وقاية وحماية لمن تعزون من أهلكم ودويكم، فالزموا بيوتكم والزموا دوركم واصبروا وصابروا إلى أن يرفع الله هذا البلاء.